برضو زي ما احنا عرفنا شوية basic functions في ال continuous time signals، هنشوف المقابل ليهم هنا بقى في ال discrete time signals. فهنلاقي ال U of N اللي هي unit step function، اوكي، هي عبارة عن برضو نفس الحكاية، بتساوي واحد لما N أكبر من أو تساوي زيرو، بتساوي زيرو لما N أقل من الزيرو، اوكي، شبه السيجنال التانية بالظبط، مفيش اختلاف كبير في الديفينيشن. الاختلاف اللي هنشوفه في الديفينيشن بقى هنلاقيه موجود عندنا في دلتا اوف ان. قبل كده دلتا اوف ان او دلتا اوف تي ده، واحنا كنا فاكرين كنا بنقول ان دلتا اوف تي لما تي بتساوي زيرو انديفايند، كنا معرفينها الانتجريشن بتاعها من ماينس انفينيتي لانفينيتي او من زيرو ماينس زيرو بلس، يعني حوالين النقطه اللي فيها البيك بتاعتها او فيها الدلتا فانكشن بتاعتها، ده كان بيساوي واحد. هنا لا، هنا بنعرف على طول مباشرة دلتا اوف ان انها بتساوي واحد لما ان بتساوي زيرو وزيرو اذروايز. فدي عبارة عن سيمبل يعني فاليو واحد عند النقطة اللي هي ان بتساوي زيرو، اوكي، وزيرو اذروايز، اوكي. فالتو سيجنالز برضو زي ما احنا شايفين كده هنلاقيهم برضو ريليتد، بس ريليتد بقى كان قبل كده ريليتد بان اليو اوف ان هي الانتجريشن بتاع دلتا اوف ان، او دلتا اوف ان هي الديفرنشيشن بتاع يو اوف ان، اوكي. هنا هنلاقي ان العلاقه بينهم بدل ما كان في ديفرنشيشن او في ديريفاتيف، هيبقى هنلاقي في عندنا اللي هو فاينايت ديفرنس، او هلاقي عندنا هنا ان انا بطرح يو اوف ان ناقص يو اوف ناقص ان، ده عباره عن الديسكريت فيرجن اوف الديريفاتيف، اوكي، اللي هي الديفرنس، اوكي. فيو اوف ان ماينس يو اوف ان ماينس 1، اللي بيحصل ان انا بطرح كل الفاليوز بتاعتي من اول ان بتساوي واحد، اول لما دي تبتدي تبقى موجوده هخلي اليو اوف ان الفاليوز بتاعتها تبقى بصفر، خلي بس الفاليو اللي عند الزيرو هي دي بس اللي تفضل واحد، فعشان كده تبقى هي بالظبط الدلتا اوف ان. نفس الكلام بالظبط نقدر نعمله هنا في اليو اوف ان، هنلاقيها انتجريشن، الانتجريشن حاجه المقابله ليها في الديسكريت دومين، هي عباره عن سميشن، اوكي. فالسميشن بتاعنا اللي موجود عندنا اللي هو سميشن بتاع دلتا اوف ان ماينس كي، وكي بتساوي زيرو لغايه انفينيتي، يعني تبقى دلتا اوف ان زائد دلتا اوف ان ماينس 1 زائد دلتا اوف ان ماينس 2، يعني عباره عن مجموعه دلتا فانكشنز كده اللي هي بتمثل لي فعلا يو اوف ان زي ما انا معرفها هنا في الديفينيشن بتاعي، اوكي. فهنا الديفرنشيشن بقى عباره عن ديفرنس، والانتجريشن هنا بقى عباره عن سميشن. لو انا عندي بقى ديسكريت تايم سيجنال اكس اوف ان، زي ما احنا كنا عملناها قبل كده الديفينيشن بتاعها لما احنا كنا بصينا على الديفينيشن بتاع الاتش اوف ان، وكنا عملنا ديسكريبشن للسيجنال بتاعتنا بحاجه شبه السيفتنج بروبرتي بتاعت الدلتا فانكشن، هنا برضو ممكن نحطها بنفس الشكل بالظبط. اكس اوف ان ممكن نحطها عباره عن اكس اوف كي في دلتا اوف ان ماينس كي. هي اول حاجه دلتا اوف ان ماينس كي دي عباره عن ايه؟ عباره عن دلتا فانكشن موجوده عند ان بتساوي كي، اوكي؟ فعند ان بتساوي كي هتساوي واحد، وغير كده هتساوي زيرو. فمعنى كده لما اكون بضرب اكس اوف كي في دلتا اوف ان ماينس كي، يبقى انا بضرب اكس اوف كي في واحد، واحد موجود عند الكي بس، فمعنى كده دي فعلا ايكويفالنت لدي، مفيش اي اختلاف خالص، اوكي. فالسيجنال دي برضو ممكن نستعملها، او الفورم دي ممكن نستعملها عشان بعد كده نقدر نعمل منها ديريفيشن لايه، للاتش اوف ان بتاعتي، او للجزء بتاع اللينير تايم انفيرينت سيستمز بتاعتنا لما بنحطها في شكل كونفوليوشن انتجرال، اوكي.